السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحضر مع بعض بطاطس فارمي فريتس، هنعملها بطريقة حلوة وان شاء الله تعجبكم. هنا عندي كمية من البطاطس قشرتها وقطعتها زي ما حضراتكم شايفين كده، وغسلتها كويس جدا. عندي زيت على النار بيسخن، هاخد كمية من البطاطس كده بسيطة وهنزل في الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم، كمية بسيطة عشان متلزقش في بعضيها. هسيبها حوالي يعني 3 دقايق